بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، نحن في حلقة جديدة من حلقات رمضان، وسنتكلم اليوم عن القهوة، وخاصة أن هذه المادة قلنا بأنه يجب على الإنسان أن يأخذها مباشرة من بعد صلاة التراويح. فعلاش؟ لأن فوائدها إن كانت بغير سكر فستعلمون ما هي هذه الفوائد. أولا، القهوة غنية بفيتامينات مجموعة باء، يعني الفيتامين دي جروب بي. هذه الفيتامينات كتلعب دور في أنها أولا تساهم في إعادة البناء، وتساهم في الرفع ديال مستوى المناعة، وتساهم في تسريع يعني إزالة السموم من جسم ديال الإنسان، وتساهم في يعني ضبط الحالة النفسية للإنسان، وتساهم كذلك في يعني بناء واحد المجموعه ديال الهرمونات وما الى غير ذلك. فلما كنسمعوا لي فيتامين دي جروب بي فهي عصره للمجموعه ديال الاشياء اللي مفيده ومفيده لجسم الانسان. كذلك كتلعب دور في انها تقوي ما يسمى الاداء البدني لجسم الانسان، او لا ما يسمى كذلك بلونديرونس، بمعنى انه الا كنت انا في الايام العاديه ديالي كنقدر نجري يلا 10 الكيلومترات، ملي يعني بقيت كنشرب القهوه وغتحسن الاداء البدني ديالي وممكن نجري 15 كيلومتر. علاش؟ لانه ثبت علميا بانه القهوه كتلعب على اساس انها كتطول من المده ديال لونديرونس، اضافه الى كذلك كترفع من المستوى ديال التمثيل الغذائي او لما يسمى بعمليه الايض. كيرفع المستوى ديال عمليه الايض، وكل ما ترفعت عندي العمليه ديال الايض كل ما كانت عندي الامكانيه ديال هضم الاشياء اللي في الجسم ديالي، اللي في الجسم ديالي خاصه هضم الدهون اللي كتكون عندي بزياده في الجسم ديالي. بالنسبه للرجال اللي كاين عندهم الدهون الزايده كتكون في الكرش، وبالنسبه للنساء الدهون الزايده كتكون عندهم في الارداف. فالاكل ديالي او الشرب ديالي القهوه غيساعد في حرق هذه الدهون، وكل ما قلت حرق هذه الدهون بمعنى انها بطبيعه الحال كتساهم في تقليل من الوزن ديال الانسان، والتقليل بالطريقه يعني البيولوجيه. وهذه العمليه هذه ممكن ان الانسان ياخذ القهوه ك يعني وسيله من وسائل التخسيس في الحياه اليوميه ديالو، لكن دائما اذكر ان هذه القهوه ما تكونش بكثره وتكون دائما بدون سكر. القهوه كتلعب دور كذلك في انها كتحسن من المردوديه ديال الاداء ديال الجسم ديالي، وبالتالي كتساعد في انتاج الطاقه، وبالتالي كذلك في تحفيز النشاط الاجمالي لجسم الانسان. فلما كيكون هناك طاقه كيكون عند كترفع من المستوى ديال المزاج ديال الانسان، وكتقلل من المستوى ديال الاكتئاب لدى الانسان. القهوه كذلك فيها مكونات اللي كتسمى بمضادات الاكسده، خاصة عندي فيها بزاف ديال الكافيين، وعندي فيها كذلك لي بوليفينول، وهادو كلهم كيلعبوا دور ديال انهم كيحسنوا الاداء ديال الجسم ديالي، وكيرميو الجذاعات الحرة اللي كتكون غالبا ما كتماشى مع ظهور وعكات صحية. فكل ما تخلصت من الجذاعات الحرة في الجسم ديالي كل ما كنت انا مؤهل الى انني يكون عندي اللياقة البدنية ديالي ممتازة، والمزاج ديالي كذلك ممتاز. وقلنا بانه المستوى ديال الايض كيترفع ليا ب 5%، المستوى ديال الايض كيترفع ب 5%، هذا شيء ما كنوجدوش في جميع المواد الغذائيه اللي كناكلوها في الحياه اليوميه ديالنا. فاذا كانت القهوه كترفع ليا من المستوى ديال الايض، والصيام نحن يعني على المشارف ديالو رحنا غادي يرفع ليا من المستوى ديال الايض ديالي بنسبه ديال 10%، والاكل ديال زيت الكوكو كترفع ليا النسبه ديال يعني الايض ديالي ب 5%، والرياضه كتنفع ليا كترفع ليا المستوى ديال الايض ديالي ما بين 5 حتى 10%. هذه الامور لو انني نجمعها فبطبيعه الحال غتلقى بان الاداء ديال الجسم ديالي غيكون مرتفع جدا. اضافه الى ان مضادات الاكسده اللي تكلمنا عليهم كيلعبوا دور في انهم كيحاولوا يحفظوا
يحفظوا لي على التركيبة العادية والتركيبة الطبيعية ديال الخلايا الدماغية ديالي، وبالتالي ممكن أنه فقط بهذه العملية ديال التنقية اللي الأصل ديالها لي بوليفينول والأصل ديالها الكافيين، ممكن أنني نحافظ على الجسم ديالي أنه ما يتصابش بما يسمى بالألزايمر، وما يتصابش بالباركنسون، وما يتصابش كذلك بالشلل الرعاشي. وكذلك تبين بأنه القهوة كانت السبب في حفظ الجسم ديال الإنسان واحد مجموعة ديال الأنواع ديال السرطانات. إذن لما درنا قراءة لهذا المكون هذا تبين بأن الفوائد دياله ممتازة جدا، ولكن الشرب ديال القهوة يجب أن يكون مقتصرا على كاس واحد في اليوم، وكل ما كترتي غتولي هذاك الكافيين لها عاوتاني انعكاسات سلبية على الجسم ديال الإنسان. ممكن أن الإنسان لما يكثر منها ما يبقاش يجيه الناس، ممكن إلا كثر منها غتولي عنده العياء المفرط، ممكن إلا كثر منها الضر لها أعراض عكسية. فلهذا الإنسان يقدر ياخذ حتى 100 ملي لتر في اليوم، بمعنى أنه كاس متوسط هو اللي خصنا نشربوه لا أكثر ولا أقل، حتى نستفيد من مكونات هذه المادة الغذائية العجيبة. لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين.